هاي، كيفكم؟ بما اني حكيت لكم قصتي مع الكتب، فحابة احكي لكم الكتاب الاول اللي بنحكي انه كبير قرأته لحالي انا وصغيرة، انه مش fairy tale، انه like actually a real book وللكبار نحكي. هذا الكتاب كان اسمه باللغة العربية لما انا جبته شيء الملكة الاسطورة، وكان معمول للناس الفئة العمرية اللي انا فيها، وانهوست بالقصة كثير، قرأتها ما بعرف كم مرة، يعني يمكن 40 50 مرة نفس الكتاب، للورق طار، بطل فيه له سباين للكتاب. وبعدين طبعا جبته باللغة الانجليش وقرأته 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 وانهوست بالقصة، وبعدين سمعت انه انعمل منه افلام بس كلهم ما بيشبهوا الكتاب وكرهتهم كتير. بتمنى هذا من الكتب اللي نفسي نعملوا افلام. هذا الكتاب هو شي، اسمه بس شي، ل اتش رايدر هاجارد. اوكي، هاي النسخة اللي جبتها بعد ما هذيك تمزعت، وبعد سنوات جبت كمان نسخ، هيهم 4 books. اوكي، اول واحد شي، عائشة the return of she، يس البطلة اسمها عائشة، wisdom's daughter، she and Alan. هلا انا وصغيره لما قرات هذا الكتاب كان يمكن عمري 9 أو 10، وانهوست بالكتاب، ويمكن هذا الكتاب سبب تاثري كثير لنحكي باي كتب فيها ادفنتشر وسحر وهيك اشي. هذا هو this is the reason انه لنحكي انه كل اهتماماتي صارت ناحيه هاي الكتب. الكتاب زي ما نحكي ضرب هيك على الوجع زي ما بحكوا. اول اشي هو مقسوم لعده اقسام، اول اشي فيه تاريخ، تاني اشي فيه adventure، ثالث اشي فيه كتير اشي بالحضارة العربية، وهذا هلأ من الكتب لنحكي انه هلأ رجعت موضين كتب كتير في الحضارة العربية، بس سنوات طويلة ما كان فيه اشي، حتى الكتاب العرب ما بكتبوا بهذا الاشي. واخر سبب انه هو كتير فانتاستيكا، وفيه romance وفيه action and everything. وانا وصغيرة كنت مهووسة بشغل الناس الاجانب اللي كانوا مثلا يروحوا رحلات استكشافية على افريقيا وهيك، وكان نفسي اكون واحدة منهم. ف يعني زي هذا الكتاب شعل اشي انا وصغيرة اصلا عندي وخلاني مهووسة فيه. وقد ما قرأت كتب كل فترة كنت ارجع اقرأ ارجع اقرأ لي سنوات هيك. هلا سنوات يمكن وقفت بس رجعت اقرأ مرة تانية. I'm that obsessed with the book. هلا النسخة الجديدة للأسف ما عندها الاشياء اللي بالنسخة الاصلية. I'm just warning you. فخليني اورجيكم هاي النسخة. هاي النسخة من Penguin Classic. اوكي، كيفكم مثلا شو مثلا فيها اشياء. وطبعا انا على فكره انا صغيره كنت مصدقه انه هاي القصه حقيقيه، ففي جزء مني يمكن بعرف انها مو حقيقيه وتاليف الكاتب، بس خلص انا جوا راسي انها حقيقيه. في مثلا اشياء زي هيك، احكي لكم عن الكتاب شوي. اول اشي الكتاب لكاتب بريطاني، وهذا الكاتب البريطاني كان اكشولي بحب العلوم وبحب التاريخ كثير، ومهووس كثير بالحضارة العربية، وبيحكي عن حاله انه كان واحدة من اللغات اللي بيحكيها هي العربية. اوكي، الكتاب بيحكي عن رجل بروفيسور اسمه هورس هولي. اوكي، هورس هولي بيكون رجل بيحكوا عنه القرد، بيشبه الجمبانزي. اوكي، وبيكون كثير دميم، وبيكون صاحبه احلى شاب في كل يمكن لندن، كل الناس بيحكوا عن جماله، بسموه ابولو. ابولو هو آلهة الجمال من كثر ما هو حلو. هذا الرجل اسمه فانس، ياس ليو فانسي. اوكي، هذا الاسم متوارث، كل الناس بسموا نفس الاسم. alright، الشاب بيكون كتير شعره أشقر وحلو attractive، وبيكون هو دائما بيطلع صاحبه هذا انه هيك and he's like كتير charismatic. اوكي، وطبعا بيجي من عائلة كمان ثرية it doesn't hurt يعني. فاللي بصير انه هم اتنين بصاحبوا بعض، بس ما بتكون الصحبة هاي لانه حميمة كتير، لانه هولي انسان كتير خجول كتير متحفظ، بس بيكون كتير انسان يعني كل حدا بيقابله في عنده اشي بيحترمه بيأمنه، عنده هذا الكاركتر، عنده هاي الشخصية. الرجل كتير شريف وامين، عشان هيك محبوب رغم انه كتير دميم الخلقة. في يوم من الايام بليلة من الليالي بيكون الدنيا كتير بتمطر وهيك، بيجي هذا صاحبه فانسي وبيجي عنده على البيت، وبيكون he's dying. ولما هو يشوفه بنصدم، بيلاقيه هيك تعبان ومريض ومنهار وهيك، he looks really 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 bad. فهو بنصدم لما يشوفه، بحكي له oh my god اجيب لك دكتور، اجيب لك اشي. بقول له ما في وقت انا رح اموت.
وبتكون حامل صندوق حديد كتير تقيل. فبيجيبه عنده وبيحكي له look my friend أنا رح أموت بس في سر أنا وثقته يعني حطيته أن أنت تكون الوصي عليه. هو بنصدم لأنه ما في بيناتهم هالقد معرفة. فبيحكي له أنا بقول له أنت اخترتك دون عن أي حدا تاني لأنك أنت إنسان صاحب ثقة كتير إنسان أمين وشريف اخترتك دون عن أي حدا تاني بعرفه أو بقرب له. وهداك بنصدم هيك. ف اللي بيصير انه لما ينفتح البوكس بيحكي له فانسي انه انا عندي ولد عمره 5 سنوات اسمه ليا، نفس اسمه نفس ليا فانسي بس محطوط في مكان بعيد بتربى بالريف. حكى له هذا الولد رح اخليه بوصايتك، هذا الصندوق ما بيفتحه حتى يصير عمره يمكن 20 أو 25 سنة. فبيقول له ليه؟ بقول له انه هذا تاريخ عائلته، رح اطلب منك اشياء معينه لازم ليو يعرف يعملها. اول اشي ليو لازم يعرف يحكي لاتين وعربي ولازم يحكي يوناني ولازم يتعلم اشياء معينه رياضيه شجار واشياء زي هيك، ولازم الولد يعني يكون كتير يعني مثقف باشياء معينه طلبها منه الاب. فهو استغرب حكى له يعني ليه لازم يعني يختار هاي الاشياء، حكى له هيك تاريخ عائلتنا هو لازم يعرف هاي الاشياء. وحكى له بالوقت المناسب بتعطيه هذا البوكس وانا هحكي لك قصته ويمكن انت ما تصدقني بس ليه راح يصدقني انه هذا تاريخ عائلته. بيحكي له انه هم اصلا منحدرين من سلالة من اليونان القديم كتير، وكان واحد من اجداده يعني هاي قصة واحد من اجداده حب سيدة واحدة عبدة في مصر القديمة، وكان في واحدة يعني واحدة مشهورة انها ساحرة كتير جميلة مهووسة فيه وبدها اياه. المهم بتروح بتقتله وبتقتلها لانه هو ما بده اياها، وبيكون عندهم ولد. الولد بيهرب يعني بعيد عن الغضب تبعها وبيحمل هاي القصة. هاي القصة تبعت هاي العيلة وهاي اللي صار كله مكتوب هنا جوا شو اسمهم بالعربي جرة مقسومة من النص مكسورة مكتوبة جوا هاي الأحداث اللي هلأ بحكي لكم إياها مجمليا. يعني بحكي له هدف عيلتنا أبا عن جد يروحوا يقتلوا هاي الساحرة. بقول له كيف يعني كيف ما ماتت لهلأ؟ بقول له هاي عايشة من أيام الفراعنة أيام زمان لساتها موجودة. بقول له are you crazy؟ بقول له لا هي immortal. لا بقول له كيف يعني immortal؟ بقول له في هناك بنص أفريقيا في نار الحياة وهي دخلت فيها وصارت immortal ولازم الناس يقتلوها لأن هي ساحرة شريرة و she's a tyrant. وبعدين إشي تاني سحرها كمان إنه كتير جميلة. فهو طبعا هيك إنه بنصدم بفكر صاحبه إنه شرت. أوكي بمر الوقت وبمر التاريخ وبيفتح الصندوق هو وليو وبيلاقوا الأشياء. في إشي جوا ليو هذا هو اللي استغربه. بيصحى بيكون الاسم تبعهم مستأصل من كلمة يونانية مأخوذة من كلمة vengeance. vengeance يعني الانتقام. فهم زي كل سلسلة حياتهم بس ينتقموا من هذا الحدا. بس كل حدا بيروح على ديك الجزيرة يا أما بيموت قبل ما يوصل يا أما بنقتل يا أما مثلا بيروح بحب المرأة المجنونة هديك. المهم هيك يعني بيصير. alright فبيحكي له ليه بتعرف أنا رح أروح رح أعمل هاي الشغلة. فبيحكي له أوكي. فبيكون في زميل لهم رح يروح معهم وهو قرر يروح معه لأنه صار يحبه كأنه ابنه. وليا بيروح المغامرة هاي خرافية. الوصف الأشياء بتحس إنه عالم تاني إنه كيف وصف أفريقيا بهذاك الوقت ورأس الرجل الصالح وهيك هناك بوقفوا هاي الأشياء. يعني أنا وصغيري كنت هيك like oh my god this is fantastical كتير حلو. بيوصلوا هناك بتصير معهم مغامرات خرافية وليا اللي بيضحك الموضوع بيوقع تحت سحرها زي كل أجداده. أول ما يشوفها بيحبها like he falls in love with her. بس هاي المرة انه هي خلاص مصرة انها تاخده ايش ما كان الثمن. ف اذا بتحبوا هذا النوع من الادفنتشرز الكلاسيك رح تحبوا كتير هاي القصة. انا I seriously love it. بحس انه دائما لو انعملت بالضبط حرفيا زي ما هي بالكتاب رح يكون فيلم كتير ناجح. بس للأسف كل حدا مرة بيعمل فيلم بيخرب كل اشي فيه. ف If you love this kind of book, you're gonna love it. هذا هو كتابي الأول اللي قرأته لحالي like as a grown up. ف I love it so much. جبت الأجزاء الثانية وناوية أقرأهم بس عم بحاول أفضي حالي هلأ. هلأ أنا وزارة كبيرة صرت لازم أفضي حالي عشان أقرأ سلسلة بحبها. ف yeah, that's it.
هي اسمها شي، بتعرفوا بهاري بوتر لما الناس بيصيروا يحكوا he who must not be named، هذا الستايل. هي هيك انه هو لازم ما حدا يحكي مين هو، ما لازم حدا يحكي اسمها، فالكل بيناديها شي، لانه اول ما تحكي اسمها بتحضر she's a witch. فهي بيكون اسمها عائشة، عائشة، وانها عائشة ما بتموتش. So cool right. Okay. مش عارفة، الله كتير حلو الكتاب، نفسي احكي واحكي واحكي احكي عنه، بس it's not gonna be possible، خاصة اني كتير طلعت فوق العشر دقايق. ف hopefully you read it وتحكولي شو رأيكم فيه. It's one of my favorites. على فكرة في فان بيس لإله خرافي، كلهم ناس like نحكي شوي أكبر بالعمر. هذا part one، و part one عنده الكاتب صفحات لإله، وهو واحد من هو الكاتب اللي كتب قصة سيدنا سليمان، كنوز سليمان، إنه القصة تبعته الفانتاستيكا وعمل هيك adventure، وعملت برضه movies، مثلها باتريك سويزي. إيش كمان أحكي لكم؟ That's it. I'm a huge fan of لهذا الرجل. هو كتير بأثر علي. بعد أحكي إنه he's like a huge influence في الخيارات والأدب تبعي. You know, وحبي لأشياء معينة. That's it. Read the book.